أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. فضيحة للسعودية أمل الشهراني، شاب هندي يخلع ملابسه أمامها على البث المباشر ورد فعلها صادم. صدمة عاشها متابعين الناشطة السعودية أمل الشهراني بعد أن كانت تقضي الوقت معهم من خلال بث لايف عبر حسابها الرسمي في إنستغرام. أمل كانت تسمح للمتابعين بالمشاركة معها في اللايف وتختار عشوائيا منهم، وفي إحدى اللقطات ظهر معها شاب من الهند، وأثناء ضحكها الهستيري على أحد المواضيع فوجئت بأن الشاب خلع ملابسه السفلية وكشف عن عضوه الذكري أمام الكاميرا. ورد فعل أمل والتي كانت غارقة في نوبة من الضحك كان سريعا وأغلقت البث مباشرة وسط ضحكات أوقعتها في مشكلة مع المتابعين الذين علقوا بأنها كيف قاعدة تضحك تقدر تسد اللايف. وتبع أحدهم مالت عليه هذا أصلا مفروض من بداية سكرت ترى الهندي مسخة. وتبع أحدهم شوف الزمن اللي احنا فيه، بس أبي أعرف هاي ما عندها أهل معقولة وصلت فيها لهاي الدرجة تفوق. واذكر أن الفتاة السعودية أصبحت تثير جدل مؤخرا تماشيا مع ترند، إذ أنها في إحدى المرات أجابت على سؤال أحد المتابعين والذي كان ليش بيختفيه، لتعلق بأن أي غياب من رأس الطبطبة ما لي دخل، ليرد شخص مجهول خلفها قائلا طبطبة. والفيديو وقتها نال انتشار كبير واتهمات منها أنها تحاول أن تقلد مواطنتها رهف القانون من حيث إثارة الجدل، كما أنها واجهت اتهامات بتحريض بنات المجتمعات العربية على الفجور والفسق وتفسد أخلاقهم بسبب ظهورها المتكرر بالمايو البكيني والملابس الجريئة. وسبق وانكشفت أمل الشهراني عن سبب إصابتها بصدمة نفسية حادة، موضح أنها كانت لا تعرف قيمة ذاتها ومدى احتياجها للهدوء النفسي، حيث أنها ذهبت للكثير من الأطباء الذين عجزوا عن تفسير حالتها إلى أنها اكتشفت أن الحزن هو وراء كل ما أصابها. وأمل الشهراني تدرس الماجستير ببعثة من بلدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة فلوريدا. وأمل هي في العقد الرابع من عمرها، وكانت قد تزوجت مرة واحدة في حياتها وأنجبت 3 أطفال قبل أن يقع الطلاق. والشهراني كانت قد ذكرت في مقطع لها عبر حسابها في سناب شات أن والديها منفصلين منذ أن كانت طفلة وتعرضت لظلم كبير في حياتها السابقة، كما أنها نفت الأخبار المتداولة عن هروبها من منزل والديها في المملكة العربية السعودية. يا ربي يا ربي ساعدني يا ربي، ما ابغى اختها يا ربي سامحني، استغفر الله يا ربي.